رجعنا لكم تاني في عسل ابيض، ودلوقتي معادنا مع تورته الفرح اللي بتعتبر من اهم التفاصيل في الفرح. طيب يا ترى ايه الاشكال الجديده لتورتات الافراح السنه دي؟ يا ترى ايه كمان الموضه في كمان تورته الافراح السنه دي؟ ده اللي هنعرفه النهارده من ضيفتي في استوديو عسل ابيض الشيف سمر سمير، واللي هي عملت لنا التورته الجميله اللي قدامنا دلوقتي اللي قطعها محمد وريهام العريس والعروسه اللي كانوا في الفقره اللي فاتت. ازيك يا سمر؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه التورته التحفه دي؟ مش سيره بجد، حلوه جدا جدا جدا. احكي لي عنها بقى، هي معموله من ايه وايه يعني محشيه بايه، ومن بره بقى الحاجات دي عملتيها ازاي؟ بصي انا هقول لك حاجه، هي الحشو ده طبعا بيبقى على حسب ذوق العريس والعروسه طبعا. تمام. يعني ما بتدخلش فيها، بدي ارائي بس وهم حرين في الاخر. طبعا. دي محشيه موست شوكليت ومعاها شوكليت شيبس. اللي هي شوكليت شيبس دي قطعه شوكولاته صغيره. بتتحط معاها بتبقى حلوه قوي، وكمان هي من بره عجينه سكر اللي هي فوندانت، والذهبي ده بيتعمل يدوي كده بفرشه بالوان طبعا قابله للاكل يعني. تمام. بس واخدتك وقت قد ايه؟ بصي هي المفروض يعني لما يكون في تورته فرح او كده بيبقى احسن يعرفوني قبلها باسبوع يعني. عشان في حاجات لو فيها ورود او كده الحاجات دي بتاخد وقت، يعني في شويه تفاصيل ممكن تحتاج منك اسبوع كامل عشان تعمليها. يعني الورد مثلا لازم يتجهز، الكيك طبعا بيبقى قبلها اخر حاجه بتتعمل يعني. طبعا ده هيبوظ لو قبلها باسبوع. لكن لو ورده او كده لازم بيتعمل قبلها بحبه عشان ياخد الشيب بتاعه مظبوط ويتعمل. والورد ده بيتعمل من ايه؟ من عجينه السكر. عجينه السكر يعني عجينه السكر ممكن تقعد اسبوع عادي ما يحصلهاش حاجه خالص؟ لا ما بيحصلهاش حاجه، هي ممكن عجينه سكر وبيضاف لها حاجه ثانيه، ماده اسمها سي ام سي، او في حاجه ثانيه اسمها جام بيست، دي بتستخدم في الورود والحاجات دي على طول يعني. تمام. ده الفرق ما بين جام بيست وعجينه السكر ايه؟ جام بيست تقريبا انشف حاجه بتنشف يعني. تمام. هي بتبقى طريه في الاول، تقدري تشكليها بالشكل اللي انت عايزاه وبتنشف بسرعه. تمام. لو ما توفرتش تبقى انشف من عجينه السكر. في الاخر الشكل النهائي بيبقى حاجه انشف بكتير. بتبقى حاجه بتتاكل خالص. بتتاكل بس يعني بتبقى ناشفه يعني، ممكن الاطفال بقى بيحبوها. بيحبوا ياكلوا الحاجات شكلها حلو بالظبط. لكن عجينه السكر نفسها لا، ما بتنشفش لوحدها، بتحتاج ان احنا نضيف لها حاجات عشان تاخد الشيب اللي احنا عايزينه. صح. تمام. طب يا ترى تورته الافراح كمان ليها موضه، ولا دي حاجه كلاسيكيه الناس كلها يعني بتبقى عايزه حاجه تقليديه، ولا لا دي ليها موضه مثلا السنه دي التورته لها شكل معين غير السنه اللي فاتت غير اللي قبلها في الافراح؟ هي ليها موضة. انا ما بحبهاش. انت مش غايبه الموضه دي، عايزه الحاجات الكلاسيكيه. انا بحب بحس ان تورتات الافراح يعني هي يا ابيض يا 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 في يا ابيض مع ذهبي او اوف وايت او سيلفر يعني. لكن طبعا في موضه دلوقتي اللي هي مثلا السنه دي ايه الموضه؟ بيدخل مع الابيض اسود، وبيدخل معاه مع الابيض اسود واحمر، او اسود وبينك. وكمان ساعات عشان دلوقتي ساعات في فساتين الافراح بيبقى العروسه نفسها بتدخل لون في الفستان اصلا، عايزه اللون ده يبقى في التورته كمان. فلو هي العروسه جايه ما عندهاش حاجه معينه عايزه تعملها، بديها رايي. بس في ناس بتبقى جايه بديزاين معين او حاجه معينه هي بتحلم بيها، فخلاص ده يعني تورته الفرح لازم تتعمل زي العروسه ما عايزه يعني. طبعا. يا ترى لسه العريس والعروسه بيهتموا ان هو لازم يكون في تورته فرح في الفرح، ولا خلاص بقى يعني عاده يعني خلاص حاجه قديمه والناس خلاص تقول لك لا مش مهم وبقى في حاجات اجدد دلوقتي؟ لا هقول لك على حاجه، هو زمان كانوا بيهتموا ان تورته الفرح تبقى موجوده، بس ممكن ما يركزوش في شكلها ايه يعني. يسيبوا المكان اللي هم هيعملوا فيه الفرح هو اللي يحدد لهم، هو اللي يحدد الشكل. دلوقتي لا، الموضوع مش كده خالص، دول بقى بيخشوا وبيبحثوا وبيعملوا وبيدوروا على اشكال وياخدوا حاجه من هنا، وعايزه التورته مثلا تبقى ليها علاقه بالفستان حاجه كده يعني. فلا دلوقتي بالعكس، ده هم بيهتموا بتورته الفرح اكتر يعني اكتر من الاول. طب قولي لي بقى، احكي لي اكتر عن التورته الثانيه بقى لاعياد الميلاد والمناسبات الثانيه مثلا السبوع وكده، فاحكي لي اكتر عنها. بصي لكل طبعا مناسبه فيها ليها التورتات اللي بتناسبها يعني، لو سبوع او كده فيها اشكال بتبقى حلوه قوي. وانت يعني بتعملي دول برضو مش افراح بس؟ لا في التورت بشكل عام. كل حاجه، التورتات والكب كيكس، كل الحاجات بتاعت الكاندي بار، البوفيه بتاع الحلويات اللي بيبقى موجود في اي مناسبه انا بعمله يعني. فلا لو سبوع او كده طبعا بتبقى ليها الوان معينه على حسب ولد ولا بنت. طب معانا الصور بقى، هي دي صور كب كيكس عيد ميلاد انت كنت عاملاها. ده كان عيد ميلاد يعني عيد ميلاد بس عليه قلوب.
هو ده كان باباهم بس الله. هم كانوا حابين بقى يفرحوهم مش عايزين حاجه تقليديه. حلو جدا طبعا. فده كان كب كيك لولد في المدرسه عشان بيبقى اسهل للاطفال من التورتات. طبعا انا برضو مع الفكره دي، اسهل بدل ما يقعدوا يقطعوا في الفصل كل واحد ياخد كب كيك بالظبط، كل واحد للاطفال كب كيك وهم بيفرحوا بيه اكتر وخلاص يعني. طبعا بس بتبقى اسهل. وهنا بقى عندنا الهلو كيتي لذيذ جدا يعني طبعا دي حاجه بناتي، كل البنات طبعا بتبقى فرحانه جدا. لا ما هو في حاجات معينه وكل فتره كده البنات او الولاد بيبقوا متمسكين بشخصيه معينه كده قوي. وهنا بقى ده هالوين. ده كان هالوين وده اعتقد سبوع ممكن ولا عيد ميلاد. هو لا هو ده كان سبوع بس هو يمشي اي حاجه يعني، بس هي كانت طالباه مع تورتايه سبوع. فكان وده هنا كارز بقى عربيات حمزه تم 3 سنين. حلوه جدا على فكره، حلوه قوي قوي. انا عاجبني الالوان قد ايه مبهجه وحلوه يعني، درجه الاحمر ودرجه الاخضر يعني بتستخدمي فعلا خامات فيها درجات الوان حلوه، عشان انت عارفه ساعات ممكن نلاقي الالوان دي تبقى بهتانه شويه. بصي هي طبعا الماتيريالز بتختلف من حد لحد، وكل واحد في الاخر بيختار الحاجه اللي هو بيرتاح ان هو يستخدمها ويطلع شغله زي ما هو عايز يعني. فبتختلف فعلا. حلو قوي الكوره دي برضه. طب احكي لي بقى اكتر عن التورته اللي قدامنا دي، الخامات والمقادير اللي استعملتيها استخدمتي ايه؟ بصي الكيكه نفسها هي طبعا في كذا انواع من الكيك ينفع للتورتات اللي هي بيبقى عليها الفوندنت، بس دي سبونج اللي هي الكيكه الاسفنجيه. انا بحبها اكتر يعني، وبتبقى حلوه وخفيفه في نفس الوقت، ولما حد ياكل التورته بقى يعني مش بقى يعني يقدر ياكل منها يعني بالزبط. ما بتبقاش تقيله قوي غير الباتر كيك ده بيبقى كيك الزبده ده بيبقى اتقل شويه. فيعني على حسب برضو اختيار العميل او العريس والعروسه. انا بقول الاختيارات وهم في الاخر بيحددوا. هم بيحددوا. سمر انا بشكرك جدا جدا ان انت كنت معانا النهارده، مع الاسف وقتنا خلص، لكن انا فعلا مبسوطه ان احنا عندنا ناس تقدر تعمل تورت شكلها حلو وكمان طعمها حلو. انا دقت حته كده في الفاصل ففعلا بجد تسلم ايديكي. بالهنا والشفا. حلو قوي. تسلمي ميرسي لذوقك، مبسوطه ان انا كنت معاكي النهارده. ميرسي يا حبيبتي نورتينا. ميرسي. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا النهارده، كان عندنا يوم جميل جدا، كان عندنا فرح هنا في الاستوديو، جبنا عريس وعروسه حقيقيين وعملنا لهم فرح وزفه وديكور زي ما انتم شايفين، وكان معانا ميك اب ارتست وكان معانا مصور كمان يعني هيعمل لهم فوتو سيشن، وكان برضو معانا هنا الفقره بتاعتنا التورته. ففعلا يا رب تكونوا استمتعتوا بفقرتنا النهارده، وان شاء الله نشوفكم بكره في حلقه جديده من عسل ابيض في نفس الميعاد.